أهلا بكم، معكم نوراس علي، وفي هذا الحديث سأتحدث عن الذكاء الاصطناعي والبرمجيات التي يعني ظهرت مؤخرا حول موضوع الذكاء الاصطناعي، فاستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة مقالات، استخدام الذكاء الاصطناعي في الموسيقى، استخدام الذكاء في إنتاج الصور في البرمجة، وفي أيضا استخدامه في تحديد القرارات الأخلاقية وأكثر من ذلك أيضا. ففي من أكثر من مجال سمعنا أن هنالك برمجيات تستخدم الذكاء الاصطناعي في حتى تعمل بشكل جيد، وهذا الشيء الذي دفعني فعليا للتفكير أكثر حول الموضوع، لأنني لا أحب عادة أن يعني عندما أسمع شيء معين فورا أن أصدقه وأقول هذا هو الصحيح وهذا هو الموضوع. يجب دائما أن نتساءل حول المواضيع التي نسمعها، وخصوصا في الإعلام عادة ما تجد نفسك بدوامة من الكذب والكذب والكذب، ودوامة من الأشياء التي ليس لها يعني فعلا أي أساس من الصحة تسمعها وتصدقها. فإذا يعني تبعنا الطريق هذا أن نصدق كل ما نسمع بدون أن نفكر بدون أن نتساءل، فسينتهي بنا المطاف مع القطيع يعني. ولذلك يجب دائما أن نسأل ونتساءل حول هذه المواضيع، ولا مشكلة بالسؤال. يعني إذا أنت مثلا لا تعرف ماذا يعني الذكاء الاصطناعي وسمعت أن أحدهم يستخدم الذكاء الاصطناعي، فلا مشكلة أن تسأل ما هو الذكاء الاصطناعي. هذا لا يجعل منك شخصا مثلا دون المستوى أو شخص غير ذكي كفاية لأنه لا يعرف ماذا يعني الذكاء الاصطناعي. ففعليا مرة أخرى أنا أحببت أن أعرف ما هو الذكاء الاصطناعي. طبعا كلنا نعرف الذكاء الاصطناعي، لدينا تعريف معين عن الذكاء الاصطناعي في عقولنا، استخدمنا الذكاء الاصطناعي في حياتنا، لكن ما زال السؤال ما هو الذكاء الاصطناعي. وأنا قمت فعليا بسؤال الشات جي بي تي أو أوبن أي أي موديل حول الذكاء الاصطناعي، سألته ما هو الذكاء الاصطناعي؟ وهذه كانت الإجابة. يعرف الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي أو ما يعرف بالذكاء الصناعي، يمكن طبعا أنا أقرأ ما كتب من شات جي بي تي أو ما كتبه شات جي بي تي حول الموضوع، فإذا سأعيد مرة أخرى حتى سأبدأ الاقتباس وأنهي الاقتباس. فإذا الآن بداية الاقتباس، الذكاء الصناعي أو ما يعرف بالذكاء الصناعي يمكن تعريفه على أنه محاكاة للذكاء البشري في الآلات التي تم برمجتها للتفكير والتعلم وأداء المهام التي تتطلب عادة الذكاء البشري. انتهاء نهاية الاقتباس. فيما نفهمه من هذا التعريف أن الذكاء الاصطناعي هو شيء يشابه الذكاء البشري. طيب، فإذا هنا نسأل سؤال آخر، ما هو الذكاء البشري؟ فأعتقد يمكننا التفكير بالذكاء البشري بطريقة جدا مبسطة عندما ننظر للأطفال. الأطفال هم من يتعلمون أكثر شيء، وتجد أن يمكننا ملاحظة تطورهم أكثر من الكبار. الكبار عادة يصلون لمرحلة ويتوقفون عن التطور، أما الصغار يمكن مشاهدة التطور الخاص بهم الذي يقومون به بسبب الذكاء البشري الذي منح لهم. فكيف ذلك؟ يعني عندما ننظر نحن للأطفال، مثلا يأتي طفل، أي طفل، ويمكنك تجربة ذلك وأنت جربت ذلك مسبقا، أي طفل تحدث معه حول موضوع ما، على الأغلب مثلا لن يعرف هذا الموضوع، ليس له معرفة مسبقة بالموضوع. مثلا أخبره عن علم الأقمار الصناعية، فهو لا يعرف عن علم الأقمار الصناعية أو الصناعية، لا يعرف أي شيء عنه. فهو بدأ الحديث لا يعرف أي شيء، لكن عندما أنت أخبرته هنالك أقمار صناعية في الفضاء تقوم بكذا وتفعل كذا ومهمتها كذا، فالطفل سيأخذ هذه المعلومات وسيتعلمها، سيضيفها لقاعدة بياناته. فعندما تتكلم معه مرة أخرى، اسأله، قل له أخبرني عن الأقمار الصناعية، سيخبرك شيئا ما مما يتذكره حول الموضوع. فهذا يعني أن الطفل باستخدام ذكائه استطاع أن يضيف معلومة لقاعدة بياناته من الحديث مع الناس، أو من خبرة حياته، أو من قراءته لكتاب، أو من سماعه لأغنية. فهو أضاف شيء لعقله، وهذا هو الذكاء البشري. هذا هو الذكاء البشري، أن الإنسان يستطيع التعلم باستمرار. فإذا كان الذكاء الاصطناعي هو محاكاة أو شيء نصنعه ليشبه الذكاء البشري، فنتوقع من الذكاء الاصطناعي أن يتعلم أيضا، أن يتعلم كالطفل هذا الذي تعلم عن الأقمار الصناعية.
فهذا الشيء يعني أثار سؤال آخر في ذهني، فيعني الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتعلم مما أقول أنا، يعني إذا أنا تحدثت مع الذكاء الاصطناعي على سبيل نفس محادثتي مع الطفل السابق، أن الطفل السابق سألته عن الأقمار الصناعية هو لا يعرف عن الأقمار الصناعية من قبل وتعلمها مني، فأنا إذا تكلمت مع الذكاء الاصطناعي الآن شات جي بي تي أو غيره وقلت له أن هل تعرف مثلا عن الأقمار الصناعية؟ قال لي مثلا على سبيل المثال لا أعرف، فأنا أخبرته عن الأقمار الاصطناعية، هل سيتعلم مني الأقمار عن هذا الموضوع؟ هل سيتعلمهم عني مني عفوا؟ هل سيضيف لقاعدة بياناته كما يفعل الطفل؟ كون الذكاء الاصطناعي هو محاكاة للذكاء البشري، فسألت نفس السؤال أيضا للتشات جي بي تي حول هذا الموضوع، فأخبرته أن أنت عبارة عن ذكاء اصطناعي AI، هل يمكنك التعلم من إجاباتي التي أنا أجيبك بها؟ هل يمكنك التعلم منها؟ فكان الجواب كالتالي، فإذا نبدأ الاقتباس، كذكاء صناعي ليس لديه القدرة على التعلم أو الاحتفاظ بالمعلومات من التفاعلات الفردية، في كل مرة أقدم فيها إجابة تعتمد بشكل كامل على النماذج والمعرفة الموجودة في البيانات التي تم تدريبي عليها، وذلك حتى تاريخ انقطاع تدريبي في سبتمبر 21. على الرغم من قدرتي على توليد ردود تشبه إنسانية ومحاكاة الفهم، طبعا ربما تجد الكلام هنا خارج الاقتباس الآني، ربما تجد الكلام يعني غير واضح لأنه ذكاء اصطناعي، لا يعني ليس كلامي هذا، فإذا مرة أخرى نعيد، فإذا بداية الاقتباس، على الرغم من قدرتي على توليد ردود تشابه إنسانية ومحاكاة الفهم، إلا أنني لا أمتلك الوعي أو الذكاء أو الذاكرة أو القدرة على التعلم من التفاعلات السابقة، في كل مرة يتفاعل فيها المستخدم معي أقوم بمعالجة إدخاله بشكل مستقل، ولا أحتفظ بأي معرفة حول المحادثات السابقة، تم تصميم هذا النمط عن عمد لضمان الخصوصية وأمان البيانات، إغلاق الاقتباس. ماذا يعني هذا الجواب؟ بكل بساطة يقول أنه لا يتعلم من كلامي، لا يتعلم من إجاباتي، فهو ليس كالطفل، الطفل أذكى منه، الطفل يمكنه أن يتعلم منك ويتعلم من الأشياء التي حوله، هذا الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي حصرة، أنا أتحدث مع تشات جي بي تي، لا يمكنه أن يتفاعل أو لا يمكنه التعلم من التفاعلات، يعني لا يمكنه التعلم من الإجابات، وهو لديه قاعدة بيانات معينة تم تدريبه عليها، هذه البيانات انتهت ب21، بمعنى آخر أنه لا يعلم، ليس له علم عن العالم في سنة 22، ليس لديه علم عن العالم في 23، فهو لا يعلم بوجود أصلا الأمور التي حدثت في هذه الأعوام لأن قاعدة بياناته انتهت ب21. هذا بخصوص تشات جي بي تي. أيضا يضيف يقول أن يمكن أن يعني أن لدي القدرة على توليد ردود تشابه الردود البشرية، يعني يمكن أن يحدثك كالبشر لكن ليس لديه وعي، ذاكرة، هذه مهمة الذاكرة، لأن بسبب الذاكرة هو نستطيع أن نتعلم أكثر، أو القدرة على التعلم، يعني ليس لدي قدرة على التعلم من التفاعلات السابقة. فيقول كل مرة يتفاعل مع المستخدم أقوم بمعالجة إدخاله بشكل مستقل، يعني إذا أنا سألته الآن سؤال سيتعامل معي بشكل مستقل، تفاعلي معه لن يقوم باستخدام هذا التفاعل أو المعرفة أو خبرته بالأشياء التي تحدثت بها معه مع شخص آخر. جيد. فيقول أيضا أنه تم تصميم ذلك عن عمد لضمان الخصوصية، يعني هم أصلا صمموها بهذه الطريقة لضمان الخصوصية، طبعا أنا أعتقد أن يعني ربما لضمان الخصوصية، لكن أنا أعتقد السبب الرئيسي ليس موضوع ضمان الخصوصية، لأن فعلا من الصعب أن نقوم بذلك، صعب جدا، يحتاج قدرات، يعني يحتاج أدوات، مصادر فيزيائية كثيرة، بمعنى آخر نحتاج سيرفرات ضخمة، نحتاج موارد يعني مادية، هذه الكلمة، نحتاج موارد مادية كثيرة حتى نستطيع أن نقوم بهذا الشيء الذي يتطلبه فعلا تعريف الذكاء الاصطناعي بالأصل هو محاكاة الذكاء البشري. ماذا يعني ذلك؟ يعني بكل بساطة لو كانت شات جي بي تي مصمم بشكل مختلف أن يتعلم من كلامي،
يتعلم من إجاباتي. فهذا بحاجة أن كل مرة يتحدث، طبعا لنفترض شات جي بي تي، طبعا شات جي بي تي يتحدث معه الملايين، لكن أو مليون شخص مسجل معه، لكن لنفترض أن شات جي بي تي لا يتحدث مع مليون، يتحدث فقط مع 10 أشخاص. فإذا كل شخص تحدث معه حديث مثلا مرة في اليوم، سيضيف معلومات طبعا من خبرة، كل شخص له معرفة، له خبرة، فسيضيف هذا الشخص مثلا أنا و9 أشخاص آخرون سيضيفون ماذا؟ معلومات لتشات جي بي تي. فتشات جي بي تي عليه أخذ هذه المعلومات وحفظها في مكان معين، فإذا هو يتطلب مكان لحفظ هذه المعلومات. أيضا يحتاج قدرة حاسوبية هائلة لمعالجة هذه المعلومات التي أنا سأقوم بتزويده بها. والمشكلة رقم 3، أنا أفترض أنني شخص جيد، أنا أفترض أنني شخص صالح وسأضيف أشياء جميلة لتشات جي بي تي، سأعلمه أشياء جيدة لتشات جي بي تي أو لأي نظام ذكاء اصطناعي. لكن ماذا لو كنت أنا إنسانة سيئة؟ وهذا شيء محتمل جدا، محتمل جدا أن يتكلم أشخاص دون المستوى مع الذكاء الاصطناعي ويعلمون الذكاء الاصطناعي شيء سيء جدا. نفس الفكرة مع أطفالنا على فكرة، نفس الفكرة. يعني الطفل يمكن أن يتحدث مع شخص سيء ويعلمه شيء سيء، ويمكن أيضا أن يتحدث مع شخص جيد ويعلمه شيء جيد. وهنا دور الطفل، لديه قدرة، أو الإنسان لديه قدرة على التعلم، بأن يميز أن ما الشيء الذي يجب أن يفعله. صحيح الإنسان أحيانا يتخذ قرارات خاطئة، مثلا يذهب ويصادق شخص سيء، لكن أحيانا أيضا الإنسان يتخذ قرارات جيدة ويصادق شخص جيد. والأفضل من ذلك كله، أو الأولى من ذلك، أو على قمة ذلك، أن الإنسان لديه الخيار ولديه القدرة على الخيار، لديه الخيار ولديه القدرة على الخيار، أن يتعلم من المصدر الجيد أو يتعلم من المصدر السيء، فهو لديه القدرة. فإذا أردت أن أحاكي نظام ذكاء اصطناعي، علي أن أمنحه هذه القدرة أيضا على التمييز، جيد على التمييز بين هذه الأمور. لكن هذا التمييز ليس موضوع سهل أبدا. لماذا؟ لأن هذا النظام، نظام الذكاء الاصطناعي، يفهم فقط بالكلمات أو بأي طريقة أنت تتعامل معه، لنفترض الكلمات. فأنا مثلا لو وضعت مثلا كلمات معينة في المحادثة وقلت هذه الكلمات يا نظام الذكاء الاصطناعي قم بحظرها، أو هذه الكلمات سيئة لا تقم بمثلا بحفظها بقاعة البيانات، فهذا ليس فعليا، يعني هذا ليس فعليا خيار جيد. لأن أحيانا نستخدم كلمات سيئة بإطار محادثة جيدة. يعني مثلا دعونا نتحدث مثلا عن الكحول. الكحول مثلا سيء، له أضرار، لكن مثلا يمكن أن أسأل عن الكحول بإطار محادثة جيدة. أنا أقول ما هي أضرار الكحول؟ إذا وجد مثلا نظام الذكاء الاصطناعي أنا علمته أن الكحول كلمة سيئة لا تقوم بحفظها، فيمكن أن أسأل عن الكحول بإطار محادثة جيدة. مثلا أن أسأل ما هي أضرار الكحول، هذا سؤال جيد، جيد، هذا سؤال صالح أو valid، يعني هذا سؤال جيد أن أسأله ما هي الأضرار. فإذا علمت أنا نظام الذكاء الاصطناعي أن يقوم بحظر كلمة الكحول على سبيل المثال، ما الشيء الذي سيحدث؟ أن سؤال مثل هذا سيتم إلغائه، أو سيتم حظره من قبل نظام الذكاء الاصطناعي. فصعب جدا أن نحدد ما هو الفرق بين الشيء الجيد والشيء السيء. الشيء الجيد والسيء، نحن البشر عادة نعود لوعينا، نعود للشيء الذي نمتلكه، شيء غريب نمتلكه نحن البشر، يمكننا من خلاله أن نقرر أن ما هي الأشياء الجيدة من ما هي الأشياء السيئة، بالرغم أننا نخطئ أحيانا في القرار، لكن لا مشكلة، كما قلت أن لدينا القدرة على التعلم. هذا الشيء الذي تفتقده أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومن الصعب أيضا أن نقوم بإعطائه لأنظمة الذكاء الاصطناعي، صعب جدا أن نعلمها على هذا الموضوع. على أي أساس؟ على أي أساس هنالك سيكون معيار بين الأمور الجيدة والأمور السيئة، بين المحادثة الجيدة والمحادثة السيئة؟ على أي معيار سنعلم هذا النظام أن يقوم يحدد الفصل؟ طبعا أنا طرحت نظام في مثال الكحول، لأن فعليا كان هنالك محادثة أيضا مع تشات جي بي تي خاصة بموضوع الكحول، وهذا الموضوع هو سأخبركم عن الشيء الذي حدث فعليا. هو هنالك قصيدة للشاعر
جلال الدين رومي. في هذه القصيدة يتحدث فيها عن الحب الإلهي والمحبة الإلهية. وهذه القصيدة كتبتها أنا في تشات جي بي تي، وسألته عن معنى بعض الأصدر من القصيدة. فهذه القصيدة فيها كلمة الكحول، فيها هذه الكلمة. فتشات جي بي تي ماذا كانت ردة فعله على، يعني أعتقد أنهم أيضا دربوا تشات جي بي تي أن كلمة الكحول نطاقها سيء يعني. فأخبرني لا يمكنني أن أقوم بشرح قصيدة أو بشرح كلام يمجد الكحول. فبعد ذلك قمت أنا بالرد أن كيف هذه القصيدة تمجد الكحول، ليس لها علاقة بموضوع الكحول، فهذه قصيدة لكذا وكذا ووردت في كذا. فأنا أعطيت المرجع للنظام الذكاء الاصطناعي، المرجع أن هذه القصيدة من الشاعر الفلاني وفي الديوان الفلاني. فعند ذلك تشات جي بي تي استطاع أن يراجع نفسه، فيبدو هنالك آلية لمراجعة النفس. أيضا هذا شيء جيد بخصوص تشات جي بي تي، فراجع نفسه فقال نعم صحيح أن هذه قصيدة موجودة كذا وكذا، وأعطاني المعلومات والشرح. ف يعني من ناحية هذا شيء جيد، أن هنالك يمكنك المحادثة مع النظام الذكاء الاصطناعي الحالي الذي هو حاليا تشات جي بي تي أو غيره، يمكنك المحادثة معه ويمكنك سؤاله أكثر من مرة، حتى لو كان هنالك كلمات تم حظرها يمكنك سؤاله أكثر من مرة حتى يوضح لك. إذا أعطيته المرجع تماما يمكنه أن يعيد لك المعلومات الصحيحة. فإذا عليك أن تحدد المرجع، يعني دلائل أين في قاعة البيانات يمكن أن تكون موجودة هذه القصيدة على سبيل المثال أو هذا الموضوع. جيد، فهذا موضوع. أيضا موضوع آخر، أن كما قال تشات جي بي تي أن قاعدة بياناته محدودة، أي شيء سيكون محدود، لا يمكن أن يكون شيء غير محدود. نحن البشر مثلا إذا أردنا أن نتعلم شيء ما مثلا في بلدنا غير موجود، نفكر أن نذهب لبلد آخر ونتعلمه، هذه قدرة أيضا على التعلم. لكن بخصوص موضوع الذكاء الاصطناعي مثلا، تشات جي بي تي إذا قمت بفصله عن قاعدة بياناته انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، لا يمكن التعلم. بالرغم أن مثلا إذا أردنا المقارنة بين الذكاء البشري مع الذكاء الاصطناعي مرة أخرى، مثلا لو وضعت أنا شخص في على وضعت شخص على جزيرة، يعني مثلا شخص، أنت تعرف الإنترنت، أنت تعرف كثير من الأمور، أنت مبرمج، أنت شخص رائع، وقمت بإرسالك لجزيرة معزولة عن العالم، ليس لديك إنترنت، ليس لديك أي شيء، ليس لديك أي موارد. فصلتك عن قاعدة بياناتك، لكن قاعدة بياناتك الأساسية موجودة في عقلك، لم أفصلك عنها، لكن أنا فصلتك عن المحيط يعني. وما هو الأشياء التي ستقوم بها في تلك الجزيرة؟ ستحاول قدر الإمكان أن تقوم ب يعني أن تعيش، ستحاول أن تنجو بنفسك من تلك الجزيرة بناء على معرفتك السابقة، وأيضا ستحاول أن تتعلم من محيط الجزيرة، تتعلم من محيطك الجديد، من بيئتك الجديدة. أيضا هذا جزء من قدرة الإنسان على التعلم. لكن بالنسبة مثلا للذكاء الاصطناعي، إذا أنا فصلت شات جي بي تي عن قاعدة بياناته انتهى الموضوع، فإذا تشات جي بي تي سينتهي للأبد. وغير ذلك أن تشات جي بي تي بعد سنتين أيضا، أو بعد سنة أصلا، سنة واحدة للأمام، إذا لم يتم تجديد قاعدة بياناته فعليا ستصبح قاعدة بياناته قديمة، وخصوصا المجالات المتغيرة باستمرار مثل مجال البرمجة ستصبح معلوماته غير صحيحة، لأنها أو قديمة عفى عنها الزمن. فيجب التجديد باستمرار لقاعدة هذه البيانات، ولا أعتقد هذا الموضوع سهل أن يتم، يعني كما تم تدريب تشات جي بي تي على قاعدة بيانات سابقة، أعتقد ربما لا أعرف أنا الطريقة فعليا، لا أعرف الطريقة كيف سيتم إذا أنا قمت بإضافة معلومات أخرى، هل سيقومون مثلا فورا أنا أربطها مع تشات جي بي تي وتشات جي بي تي سيتعلم، هل هذا النمط؟ ما هو الشيء فعليا أنا لا أعرف بخصوص هذا الموضوع. لكن أعتقد ربما هو يقول أن تم تدريبه على تلك القاعدة، فأي تحديث لهذه القاعدة يجب أيضا أن يضاف لتشات جي بي دي أيضا، أعتقد كذلك. فليس لدي معرفة حول الموضوع، ذلك لن أعلق يعني. فإذا هذا بخصوص موضوع الذكاء الاصطناعي وموضوع قدرته على التعلم، هالفكرة قدرته على التعلم. الآن نأتي لموضوع آخر، إذا كان النظام الذي نسميه ذكاء اصطناعي ليس لديه قدرة على التعلم، فكيف سيكون ذكاء اصطناعي؟
يعني إذا أنت تسمي كل شيء مربوط بقاعدة بيانات ويعطيك الإجابات من قاعدة البيانات تسميه ذكاء اصطناعي، فأنا يمكن أن أسمي كل شيء موجود في هذا الكون ذكاء اصطناعي، كل شيء ذكاء اصطناعي. أنظمة التشغيل ذكاء اصطناعي، برمجيات الويب ذكاء اصطناعي، تطبيقات الهاتف ذكاء اصطناعي، وكل شيء الآن أصبح ذكاء اصطناعي. الإعلانات من جوجل أدسنس ذكاء اصطناعي، محرك البحث ذكاء اصطناعي، كل هذا مجرد أنها برمجيات مربوطة مع قاعدة بيانات وتسترد المعلومات من قاعدة البيانات عندما تسألها بطريقة معينة. فإذا أين الذكاء الاصطناعي بالموضوع؟ أنا لا أفهم يعني حول هذه النقطة. هي ربما لا يعني لا تجعل الكلمات تخدعكم. إذا شيء يسمى ذكاء اصطناعي لا يعني أنه ذكاء اصطناعي. فعلى سبيل المثال يوجد مواقع ترسم لك شعارات أو لوجوز، تؤمن لك خدمة أنها تنشئ لك شعار أو لوجو بشكل أوتوماتيكي. نفس هذه المواقع قبل هذه الضجة الإعلامية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، نفس هذه المواقع كانت تقول لك الشعار الخاص بها إيه، يعني انتج شعارك بلحظة أو بثواني أو حمل شعارك أو شيء كهذا. بعد موضوع الذكاء الاصطناعي أصبح اسمها الذكاء الاصطناعي ينتج لك شعارات، الذكاء الاصطناعي ينتج لك. لا، ليس الذكاء الاصطناعي، هو نفس البرنامج الخاص بهم السابق نفسه، لم يغير به شيء وأنا متأكدة من ذلك، ولكن الجملة التسويقية الجديدة هي الذكاء الاصطناعي. أنا أكره هذه المواضيع عندما يصبح الموضوع خاص بالتسويق وتستخدم بعض المصطلحات التي تدل على شيء ما على مصطلحات أخرى، وبالتالي هذا يضيع الفهم، وكل ذلك بهدف التسويق. فهنالك كثير من الأشياء الموجودة حاليا التي تسمى ذكاء اصطناعي لكنها ليست ذكاء اصطناعي. بكل بساطة بناء على تعريف الذكاء الاصطناعي وأيضا بناء على معرفتنا بهذه البرمجيات أنها لم يتم تغييرها، لكن تم تغيير الشعار التسويقي لها. فهنالك الكثير من الأشياء المماثلة كهذا التي تقول استخدم الذكاء الصناعي، ولا يوجد ذكاء اصطناعي. الذكاء الصناعي يتعلم منك، هذا هو الأساس، يتعلم منك، وإنتاج نموذج يتعلم منك أو يتعلم من المحادثة أو يتعلم من التفاعل، هذا شيء أعتقد صعب جدا، صعب جدا كما قلت للأسباب السابقة، لكن ليس مستحيل، لا يوجد شيء مستحيل. بالفكر، بالتعلم، بالتدرب، بالاستمرارية، يمكن أن كبشر نحن أن ننتج شيء له قيمة. لكن أنا فقط أورد الصعوبات الحالية، هل يا ترى هل الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي مستعدين لبذل أو لتجاوز هذه الصعوبة، بذل الجهود لتجاوز هذه الصعوبات أم لا؟ أم هو فقط موضوع مادي وموضوع تسويقي وموضوع كلام فارغ ليس له معنى؟ فإذا هذا بخصوص موضوع الذي قلته قبل قليل. فإذا ما هذا الشيء الذي ينتجه لنا؟ إذا أنا مثلا قمت بإعطائه كلمة معينة، مثلا تشات جي بي تي، سألته سؤال معين وأجابني، بكل بساطة هو يبحث في قاعة بياناته حول الموضوع ويعيد لي. فإذا هو مثل محرك البحث، مثل محرك البحث، لكن محرك البحث لم يكن وقت موضوع ذكاء اصطناعي فاسمه محرك بحث، ليس اسمه ذكاء اصطناعي. فالآن تقول لي أن الذكاء الاصطناعي ينتج مقالات كاملة، طيب هل هذا يعني شيء صعب؟ أو هل هذا شيء يعني هل هذا الشيء من الذكاء الاصطناعي أن ينتج مقالات ويقوم بتجميع المعلومات التي لديه بطريقة معينة حسب أنماط معينة وينتج لك هذه المقالة؟ لكن الشيء الذي يحدث فعليا أن نحن البشر كعامة مستوانا الفكري متدني للأسف. يعني مثلا الآن لو طلبت من تشات جي بي تي مثلا أن ينشئ لك قصيدة، وأنشأ لك قصيدة كما نرى بعض الفيديوهات ينشئ قصيدة أو غيره من الأنظمة التي تسمى ذكاء اصطناعي أنشأت لنا قصيدة، إذا أخذت هذه القصيدة ورجعت فيها إذا كانت باللغة الإنجليزية ورجعت لزمن شكسبير وللزمن الماضي وأخبرتهم ما رأيكم بهذه القصيدة، سيرموها في سلة المهملات لأن مستواهم الفكري كان أعلى، لأن تذوقهم للشعر كان أعلى. لكن نحن الآن لا نقرأ لا نفهم أي شيء، حتى لو جوجل ترانسليت أو مترجم جوجل أنشأ لك مقالة ستجدها رائعة. لماذا؟ لأن لا يوجد لم تقرأ الكثير من المقالات في حياتك لتعرف لتميز ما هو الجيد من السيء.
فأي شيء ينتجه الذكاء الاصطناعي يبدو شيء واو، يبدو شيء يعني عالي المستوى، لكنه فعليا ليس بهذه الجودة. طبعا أنا لا أقصد أن أقوم ب يعني فقط بانتقاد أنظمة الذكاء الاصطناعي، الفكرة التي أقولها أن هذا شيء جيد، هذا شيء يساعدنا، أنا أستخدمه أحيانا، هذا شيء جيد، هذا شيء مساعد، لكن لا أعتقد هنالك مبالغة بتسميته ذكاء اصطناعي أو بإثارة كل هذا كأنه يعني سوبرمان سيأتي ويقوم بكل كل الأمور. ليست الموضوع، الحقيقة ليست كذلك من وجهة نظري. فهذا بموضوع المقالات، أن فكرتي بموضوع المقالات، الذكاء الاصطناعي ينتج المقالات، نعم ينتجها عادي جدا، جوجل ترانزليت يمكن أن يعني أن يترجم لك ويعطيك نتائج ملفات معينة. طبعا جوجل ترانزليت يمكن أن أفكر به كذكاء اصطناعي أيضا على فكرة، مترجم الجوجل، لأنه بكل بساطة بناء على الأشياء التي نراها أمامنا من الذكاء الاصطناعي، أن جوجل ترانزليت تم تزويده بأساسيات لغة ما، مثلا اللغة العربية، أين يتم وضع الفاعل، أين يتم وضع المفعول به، أين يتم وضع الفعل. فعندما أنت تقول مثلا باللغة الإنجليزية شيء ما، فهو يعيد يترجمها كلمة كلمة باللغة العربية على سبيل المثال، لكنه يرتب الجملة بطريقة ما، لأن تم تزويده بنمط اللغة العربية كما تم تزويده بنمط كل اللغات. أحيانا تجد بجوجل ترانسليت لغات يقول لك أنها غير مدعومة لأن لم يتم التدريب على نمطها جيد. فإذا كل شيء حسب قاعدة البيانات الموصولة والتدريب الذي حصل، هذا هو فقط، هذا هو الموضوع. ولا يوجد قدرة على التعلم. مثلا جوجل ترانزليت إذا أخبرته مثلا أن كلمة ما خاطئة لا يمكنه أن يتعلم، لكن يوجد شيء بجوجل ترانزليت أن يمكنك مثلا أن إذا كلمة ترجمتها خاطئة يمكنك أن تبلغ تقول ترجمة خاطئة، وإذا اجتمع أكثر من شخص على الترجمة الخاطئة يمكن أن يتم تغييرها بالجوجل. فإذا هذه أيضا يعني يبدو الجوجل ترانزليت أو مترجم جوجل ذكاء اصطناعي أكثر من شات جي بي تي، لأنه يتعلم من المستخدم. فإذا هذا موضوع المقالات، كما قلت فكرتي عنها أن لأن مستوانا ليس عالي كفاية فنجد كل شيء رائع، يعني برغم أن يجب أن لا مشكلة أن نتعلم من المقالات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، لكن يجب أن نضيف لها شيء بشري، يعني لمسة بشرية، يجب أن نعدل عليها أو نقوم بشيء بها، ولا بد أن يخطئ نظام الذكاء الاصطناعي بشيء ما ونعدل عليه. الموضوع الثاني الخاص بالرسومات، استخدام الذكاء الاصطناعي بالرسومات. فعليا الذكاء الاصطناعي، يعني أنا استخدمت الذكاء الاصطناعي في إنتاج الرسومات أكثر من أداة، لاحظت ملاحظة أن عندما يتم إنتاج رسم، وخاصة رسم شخص، وجه يعني وجه إنسان، فالعيون دائما تكون فيها مشكلة، الأصابع يكون فيها مشكلة، يعني أعتقد ذلك لأنه نظام ذكاء اصطناعي، لأنه لا يستطيع فعليا أن يميز هذه التفاصيل الدقيقة، أو من الصعب تدريبه على هذه التفاصيل الدقيقة الخاصة بأصابع الإنسان، والخاصة بأنف الإنسان، والخاصة بعيون الإنسان. ف يعني قمت بإنتاج أكثر من صورة حول الموضوع، دائما أشعر أن الأنف مشوه قليلا بالذكاء الاصطناعي، أو العيون غير واضحة، أو العيون غير ثابتة، والأصابع لا يفرق بين الأصابع، تجد اليد دائما صفحة واحد. إذا استخدمت أنت الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصور بخصوص مثلا، يعني في يوجد أكثر من أداة، بعض الأدوات ربما ليس تقوم برسم يعني برسم 100% من الصفر، لكن بعض الأدوات تقوم ماذا بتشبيه، يعني مثلا تجلب مثلا قل لها أعطيني رسمة لفلان، فتقوم بتشبيه الرسم مع رسم موجود، مع رسمة موجودة، تغير مثلا صورة، تغير اللون أو تغير شكل قليلا، لكن هي تؤسس على رسمة موجودة أو صورة موجودة في السابق. لكن بعض الأنظمة لا ترسم، والرسم يكون فيه قليلا من المشاكل، خاصة بتفاصيل الإنسان التي قلتها. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقوم باستبدال الفنانين أو الرسامين؟ أعتقد نعم أو لا. لا، لأن لا يمكن الاستغناء عن البشر، لا يمكن الاستغناء عن
اللمسة البشرية، لا يمكن الاستغناء عن الروح البشرية، لا يمكن الاستغناء عن الفكر البشري. هذه وجهة نظري. أما بخصوص، نعم، يمكن الاستغناء إلى حد ما، إلى حد ما. يعني مثلا إذا كان لديك أنت شركة وتحتاج مثلا رسومات، تحتاج رسومات بسيطة جدا، ليس رسومات يعني الدقيقة جدا، وليس أساس، لا، الشركة هي الرسومات. ربما لا تريد أن تقوم باستئجار مثلا أو طلب خدمة رسام، يمكن أن تطلب خدمة شخص يستطيع استخدام أداة الذكاء الاصطناعي لإنتاج رسمة معينة، يعني نوعا ما تؤدي الغرض جيد، لكن هذه الرسمة لن تكون رسمة دقيقة، هذه الرسمة لن تكون رسمة رائعة من وجهة نظري. يمكن إلى حد ما أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي، تساعد فعليا إلى حد كبير، لكن فكرة الاستغناء عن البشر يمكن إلى حد ما، لكن بشكل عام المشرف البشري نحن بحاجة إليه في كل مكان. الموضوع رقم، لا أعرف ما هو رقم ماذا، لكن الموضوع استخدام الذكاء الاصطناعي بالبرمجة. فإذا استخدام الذكاء الاصطناعي بالبرمجة فعليا، فأعتقد أن استخدامه في البرمجة جيد جدا، يساعدك كثيرا، لكن إذا كنت أنت لا تفهم بالبرمجة، لا يمكنك أن تقوم باستغناء. مثلا لديك شركة، نعيد الجملة، إذا كان لديك شركة وبتحتاج مبرمج، تقول أنا أريد استخدام الذكاء الصناعي، لا أحتاج مبرمج. هذه الكلمة غير دقيقة، غير دقيقة وغير صحيحة وغير مناسبة. وأقول لك اجلب الذكاء، اجلب شخص غير مبرمج، بالنهاية ستحتاج المشرف البشري الذي تحدثت عنه قبل قليل. المشرف البشري هو الأساس. جلبت المشرف البشري وهو لا يعرف بالبرمجة، هو شخص عادي، وقلت له أنشئ لي تطبيق هاتف باستخدام تشات جي بي تي. سيقوم مثلا بنسخ الأكواد كما هي، يقول له تشات جي بي تي انسخ كذا كذا كذا، سينسخ، سيتبع التعليمات تشات جي بي تي. هل سينتج تطبيق هاتف؟ لا، بكل بساطة لا، إذا كان هذا الشخص لا يعرف البرمجة، لأن تشات جي بي تي يخطئ كثيرا كثيرا كثيرا. وغير ذلك، أن كما قال تشات جي بي تي عن نفسه، أنه مرتبط بقاعدة بيانات عمرها 21، لسنة 21، يعني بعد 21 لا يعرف. مثلا نحن بقناتنا الآن يوجد كورس نيكس جي اس، نيكس جي اس حاليا نستخدم إصدار 13، شات جي بي تي ما زال في إصدار 12، لا يمكنه أن يساعدك بإصدار 13. والموضوع مستمر لكل الأمور، الموضوع يعود لكل الأمور، ليس فقط نيكس جي اس، كل موضوع بالبرمجة. إذا كان هنالك نسخة حديثة شات جي بي تي ليس على علم بها، أو نظام الذكاء الاصطناعي ليس على علم بها، لا يستطيع أن يساعدك. فربما أنت لو كنت شخص غير مبرمج وشخص ليس لديك خبرة برمجية واستخدمت الذكاء الاصطناعي، فأنت لن تعرف أصلا موضوع الإصدارات، وستكتب كود خاطئ لا يمكنك تصحيحه. تشات جي بي تي أو ذكاء اصطناعي هو مساعد فقط، مساعد فقط، هو ليس مبرمج وليس رسام وليس فنان، واضح؟ فإذا هذا شيء مهم يجب أن تعرفوه جميعا، أن فكرة أن أنشئ برنامج بواسطة تشات جي بي تي فقط، هذه الفيديوهات أو هذه الأمور التي تجدونها هي مضيعة للوقت، وهذه هي عبارة عن يعني لا ترشدكم بالطريق الصحيح. عليك أن تفهم بالبرمجة لتأخذ مساعدة تشات جي بي تي، فإذا أخطأ تشات جي بي تي أنت تصحح له. جيد، أنا استخدمت تشات جي بي تي كثيرا وصححت الكثير، يعني كان هناك كثير من الأخطاء التي يقوم بها، لكن عرفت هذه الأخطاء. لماذا؟ لأن لدي معرفة سابقة. لو كنت أنا شخص لا أعرف، لن أستطيع تصحيح الأخطاء. فالآن الموضوع الأخير قبل أن أنهي، الموضوع هو استخدام تشات جي بي تي في الموضوع الأخلاقي، أو ليس تشات جي بي تي، أنا يعني أقول تشات جي بي تي، أنا أقصد نظام ذكاء صناعي في الحكم الأخلاقي أو الحكم القضائي مثلا. لا أعرف إذا سمعتم بذلك، لكن يوجد محكمة بالهند استخدمت الذكاء الاصطناعي للقيام بحكم معين بقضية ما، واستخدمت بذلك يعني بوت آلي أو نظام ذكاء اصطناعي كما يسمون، يمكنه أن يقوم بالحكم على الأمور، يمكنه الحكم على الأمور بناء على مقدمات ونتائج. كما تعرفون، المنطق أو اللوجيك ما هو مقدمات ونتائج. فأنت تعطي مقدمة واحد اثنان ثلاثة، مقدمة واحد، مقدمة اثنين، وثم تأتيك النتائج. أعتقد المنطق يمكن تدريب أي برنامج على أن يقوم بالمنطق، فإذا كانت المقدمة واحد أو مثلا اثنين كذا، فالنتيجة
يفترض أن تكون صحيحة أو غير صحيحة، يعني هذا موضوع يمكن برمجته. فإذا يعني موضوع المنطق واللوجيك يمكن برمجته. لكن بموضوع الحكم الأخلاقي، يعني سيكون هذا شيء، يعني لا أعرف يعني كيف نسميه، يعني لكن من وجهة نظري أن يمكن أن الذكاء الاصطناعي أن تدربه على المنطق، إذا كان كذا وكذا سيكون الجواب كذا، هذا الشيء يعني منطقي جدا. أحيانا إذا استخدمته، أو ربما كثير من الأحيان إذا استخدمت مثل هذه أداة الحكم القضائي أو الحكم الأخلاقي، إذا استخدمتها يعني في أغلب الأحيان ربما تعطيك إجابة صحيحة. مرة أخرى ما زلنا بحاجة للشخص البشري، للمشرف البشري، وفي حالة هذا الموضوع كان القاضي الهندي في المحكمة، الذي استعان بالذكاء الاصطناعي، لكن لديه عقله يمكنه أن يوجه هذا الذكاء إذا كان صحيح أو لا. فإذا هو كان مساعد الذكاء الاصطناعي أو البوت الآلي الذي استخدموه في الحكم الأخلاقي، كان مساعد لقرار القاضي، لكن لم يكن هو القاضي. فإذا القاضي يجب أن يكون إنسان بالنهاية. فإذا بالملخص، الذكاء الاصطناعي هو محاكاة للذكاء البشري، وحتى يكون الذكاء الاصطناعي محاكي للذكاء البشري يجب أن يكون لديه معلومات، وأيضا يجب أن يكون لديه قدرة على التعلم من التفاعلات. نجد في وقتنا الحالي كلمة الذكاء الاصطناعي تم استخدامها كثيرا بشكل مفرط لأشياء ليست أصلا هي ذكاء اصطناعي ولم تكن ذكاء اصطناعي، لكن استخدمت لأغراض الموضوعات التسويقية، بخصوص فعليا البرمجيات التي فعلا تسمى الآن ذكاء اصطناعي وفيها قليلا من الذكاء الاصطناعي، هي فقط مربوطة مع قاعدة بيانات وتم تعليمها على أنماط معينة لتنتج لنا شيء، ليست فعليا قادرة على التعلم 100% كالذكاء البشري. لكن لا يوجد شيء مستحيل طالما هنالك عقل بشري يستطيع أن يفكر وأن يبذل الجهد والموارد لتطوير أنماطه، لتطوير أدواته، لتطوير تقنياته. لكن الوضع الحالي بموضوع الذكاء الاصطناعي بعيد كل البعد أن نقوم بالاستغناء عن العنصر البشري في لصالح الذكاء الاصطناعي أو أنظمة الذكاء الاصطناعي، لأن حتى مع استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد، نحن ما زلنا بحاجة للمشرف البشري، سواء كان القاضي في خصوص الأنظمة الأخلاقية، سواء كان بالمبرمج بخصوص الموضوعات البرمجية، سواء الفنان بخصوص الموضوعات الخاصة بالرسم والفن، وحتى الكاتب بخصوص موضوع كتابة المقالات. فإذا هذا كله لهذا الحديث، أتمنى أنكم استفدتم. استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي حتى تكون مساعد لكم، لكن أبدا لا تتخلوا عن التساؤل وعن فهم الأمور بالجوهر، ولا تنخدعوا بالكلمات الرنانة التي تسمعونها دائما. فإذا نلتقي لاحقا.